السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان الكريم المتتبعين ديال قناة أناروز تي في، مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم غادي نصور لكم القشة ديالنا. أنا كنجمع في المسائل ديالي، غادي إن شاء الله عند واحد الأخ عند حسن الردني من تردنت، إن شاء الله نشوفه مع واحد طبق رجمي 43 ألمنيوم وواحد لاقيت سيبوند، المهم منها جولة سياحية ومنها نشوفوا طبق ديال السي حسن ونتعاونوا معاه نشوفوا كيفاش نطلعوا الاس بي ان والقنوات في 55 و 58 ان شاء الله. غادي نصور لكم دابا المسائل ديالنا اللي جمعنا. بسم الله على بركة الله، هنا لاقيت سيبوند ستار جولد، هذا لاقيت سيبوند ستار جولد 17 كا، هذا لاقي الثاني ديال السيبوند هذا اللي فيه داك البصمه ديال الامريكان 15 كا، يعني هذا لقيت انفيرتو بلاك مقطع عليه ثلاثه الحلقات، هذا لقيت الترا بلاك مقطع عليه ثلاثه الحلقات الاوريجينال، يعني هذا الريسيبتور ديالي ايكولينك اوبن في 7 ميني، هذا الايس ايكولينك اوبن في 7 ميني، وهذه المسائل ديالو الخيوط ديالو، هذا التيليكوموند ديالو التيليكوموند ديال الاوبن في 7 ميني، هذا الحاسوب ديالي يعني هذا البي سي ديالي، هذا بالنسبه للحاسوب ديالي، هذا المودم مودم 3 جي ديال اورانج ديال ميديتيل، هذا عندي قديم هذا شركه ديال ميديتيل، يعني هادشي اللي كاين. وكاينه هذه مسطره جبناها غير باش نسوديوها عند السودور، هي دي غادي نديها غير نسوديها عند السودور لان ترست ليا وغير لبقتها من هنا انتما الاخوان كما كتشوفوا، درت ليها غير واحد البياسه هنا وجات هي هذيك الحمد لله، يعني هذا الشيء هذا هو مكان. وان شاء الله نمشيو ملي نمشيو عند حسن ان شاء الله تارودنت غادي نصور لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله ملي نلتقطوا الاس بي ان ونلتقطوا القنوات ان شاء الله، وكيفيه العمل مع السي حسن من تارودنت. السي حسن احنا جايين ان شاء الله، السي حسن يعني انا جاي في الطريق، وتحياتي لكم الاخوان ومرجو منكم دعم القناه ان شاء الله بالزر بتفعيل زر الاشتراك وزر الاعجاب للفيديو والتشجيعات ديالكم لينا ان شاء الله من اجل ان نواصل ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.